في مدينة المالكية في شمال شرق سوريا يتهافت رجال ونساء وأطفال فور وصول أي شاحنة إلى مكب للنفايات، حيث يبحثون عن عبوات بلاستيكية لبيعها وثياب لارتدائها أو حتى بقايا طعام يسدون بها جوعهم. والله الدولار ما عاد نوفي في بنوبة، دولار ارتفع بنوبة وما عاد توفي معانا بنوب، يلا بنجيب خبز لأولادنا بهالشغل هذا. على الجهة المقابلة يختلف المشهد تماما، إذ يخرق هدير آلات استخراج النفط التقليدية الصمت السائد في المكان، ويجري العمل على قدم وساق في واحد من حقول النفط المتعددة التي تعرف بها محافظة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية. عيش والله عيشة من قلة الموت، لو لبي مات نموت أحسن، ما في عيشة، عيشة بالكذب. ليش؟ ما كل شيء غالي، كيلو البرتقال بالشهر مرة واحد ياكله، كيلو التفاح بالشهر مرة واحد ياكله. وتشهد سوريا منذ بدء النزاع في العام 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قاس في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر. في نلقي برتقال من هالعالم الكابين ناخذها زينة زينة، نلقي تفاح، نلقي بصل، نلقي شيء ناخذ، فجل تعرف الفجل؟ فجل ناخذ هاي. وتضاعفت أسعار المواد الغذائية وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 3 مرات في وقت يعاني نحو 9,300,000 سوري من انعدام الأمن الغذائي.